السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 4 من درس معادلة مستقيم. الهدف من التمرين رقم 4 هو تحديد معادلة مستقيم انطلاقا من ميله ونقطة تنتمي إليه. إذا التمرين يقول حدد معادلة المستقيم دي في كل حالة من الحالات الآتية: الحالة الأولى دي يمر من النقطة A وميله ناقص 5، والحالة الثانية دي يمر من النقطة C وميله ناقص 3/2. إذا نبدأ بالحالة الأولى. إذا حنا كنعرفوا الميل وكنعرفوا نقطة تنتمي إلى المستقيم D، إذا ناقص 5 هو ميل، أي المعامل الموجه، ميل المستقيم D. ماذا يعني هذا؟ إذا المعادلة ديال D تكتب على الشكل، إذا الميل كنعرفوا، إذا هو ناقص 5 إكس، إذا هذا هو الميل، زائد واحد العدد نسميه مثلا بي. اذا كيبقى لي هنا نحدد بي اللي هي الارتوب عند الاصل. اذا باش كنحددها كنحددوها بالنقطه ا، اذا ا تنتمي الى دي، اذا احداثيات ا تحقق المعادله، اي يغريك ا تساوي ناقص 5 اكس ا زائد بي. إذا كنعوض الإحداثيات ديال أ في المعادلة، إذا جوج أو ناقص 3، لأن إكريك أ هي الأرتوب، تساوي ناقص 5 في الأصول ديال أ اللي هو جوج زائد بي. إذا ناقص 3 تساوي ناقص 5 في جوج ناقص 10 زائد بي. إذا بي تساوي كنحولو 10 أو ناقص 10 للطرف الثاني كترجع زائد 10، إذن هي 10 ناقص 3 تساوي 7. إذن معادلة المستقيم دي هي إيغريك تساوي ناقص 5 إكس زائد العدد 7. بنفس الطريقة نحدو الحالة الثانية، إذن تحديد معادلة المستقيم دي المر من سي وميله هو ناقص 3/2. إذا ناقص 3/2 هو ميل دي، إذا إيغريك تساوي، إذا حنا كنعرفو بأن المعادلة المختصرة عادة كتكون هي إم إكس زائد بي، و إم هو الميل، و الميل عندنا معروف، إذا إيغريك تساوي ناقص 3/2 إكس زائد بي. إذا كنحدو بي، لدينا إذا سي تنتمي إلى المستقيم دي، إذا إحداثيات سي تحقق المعادلة، أي أن إكريك سي تساوي ناقص 3/2 إكس سي زائد بي. إذا كنديرو التعويض، إكريك سي هي ناقص 3، إذا هنا 1/2 ناقص 3 تساوي ناقص 3/2 في الأفصول ديال سي اللي هي 1/2 زائد بي، أي إذا ناقص 3 يساوي ناقص 3/2 في 1/2 هي ناقص 3/4 زائد بي. إذا كنحاولو ناقص 3/4 للطرف الثاني كترجع 3/4 ناقص 3. إذا كنوحد المقامات، المقام الواحد هو 4، إذا نضرب 3 في 12، إذا 12 على 4 هي 3، إذا 3 ناقص 12 تساوي ناقص 9 على 4، إذا بي كتساوي لنا ناقص 9 على 4، وبالتالي فمعادلة المستقيم دي إذا هي ناقص 3/2 إكس ناقص 9/4.